مدرسة السلام او كميدا دوكسيا دا يرتدو كوبرتو قرآن كريم كا يوليبا علوم تا دينيغا ايكو يالا مغالا دا هرغيسا ايا وحا مامول كا مدرسة دا سي يوغار كميدا علوما دا مغالا دا هرغيسا وحاي بلشوين تا سوماليا دوغو باقرين ايكا غيب غاتان هوي لوري سيو مدرسة داني ويدول كيدا بحيين والالا محسينيني والالا دا مسلمين تا محسنين تا حانو سو جيدين اينا انا اي كغيب غاتان اسمها مدرسة اقو برتو قرآن كريم كا او لسان تاسو عليلو كنو قطي ارضاي دي اقو غيب سمي ويدي حبلها ايه انما دا ان لكالا سارو مدرسة السلام يا ليلة هذا حكوتا لا مقالة ده هرقيسة كارهان حافظ أحمد دقح قيب تادوحة حكتة وانا قوب دي لقو برانيو حضل بكلام كي اقو فضل قبضنا او الهي كلام كيسة وايو برشد الهي كتاب كيسة الله برتو اما قرآن كلا برتو ووحا كينا قفكو انو كخير بطو ومدى انتي دكالي أي رسول كوحري صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدكو خير بدن كقرآن كبرتي دابا نضد كبرة وحد هوسك ليا مدام قفكي قرآن كبرتي دد كنبري ويهي كو دد كو خير كبدن قوبة قرآن كلاقو برتانا إن اتهاي قوبة هاقو خير كبدن له إذا مركا وانا ملد مشترك ووقفي قف كسو مسلمين تكمل دون يا إنه وقف لبحه وأم بوالد كي وقف وأم بيسقوا بلبحه وحو هبون أنو سو شيدين إن إنه مدرسة دار اسمه هذا كقيب قاته وحن ولا لها محسنين تلا سعودين يا ملك سو شوكان دبدي جودبا تتك خير كشعل شعل إنه يحسي هرم مرصدان والد كود إنه يحو هرم مرصدان ويصدق دايستان صدق جارية إنه يحكو درصدان وعيك شدان إن مدرسة اللي لادو مدرسة السلام أو قطع الله حافظ دا مساء من مدرسة مدرسة أحمد قري أكتي دا ومركي هرير هنتي مدرسة اللي حسن فرانا أفر فصل أحيد هنتي تحفيظ القرآن كالله فر القرآن كين لحفظية يدتك على اللي يرادا إن دين تلا قبرو هنتي وحي نغتي مدرسة إلهي ودتك حافظ دا كوان فعي دتكنا أي كتر ربتين او عديد يكون غطي أفر فسلية هل سولية إن مضي يحبليه بلوغو ذلك يو سادراد يدو حا إمام الكا يمسولين تمدرسة دو محمد عبد هايب وغوه الرأيو أي كد دارين ويسكد دارين إن مدرسة دا سيدة وفيدين لحايين لول كلا الله ديسا أيوه للهايين بركا ولله الحمد لولكي واكو قولي سينا واهران وحاد الله باهاي هاي لولكي الله ديسا لحايا وقف كاها مدرسة دا الله ديسا لحا وقف كون نقول له هيد القرآن كإلهي دين دي سلقو بران لها مركا وحن ولا لها مسلمين تعمل كسي شوكان دبدي يقود با هل كي شوكان با وحن كعود سنة يا إنا يوحي أي قطة غير كران أما اسمها وقف كا يصدق دا جارية دا أي كي غيب غادن كران إنا كي غيب غاتان تدوينا مسلمين تا أي داونا يا وحن رنتي سو جيدنا يا إن أي كي غيب غاتان اسمها مدرسة السلام مدرسة دا وحارنتي آدو غير آدي لسميه أي كوشرتي أو لبكو كاني سيدا درتي قف محسنة أي أوحو وقفي دول كوحيغة دول كاسا مدرسة دا لو لسايا هات إلهي راهو وحاكولان كينا ساكا ودارين يهي مدرسة وقفة أو شيخ الله بركي والد كي أي دول كي بحيين مدرسة داس أو إيمين كا قول يرير أو أفر أو وقف كوش قيسة إن اسمه هذي إيو قرشه هذي إنه قرب شوق يقول قل شوق با مسلمين تا سوكاشن اسمه هذا سيلوغا ديسو ميلو دات كا وحلقو برو وقفة وانا صدقات كجاري غابي كمي تهي إلا دور يصدون كنت تقريبا شان يصدون اللقو قيمي يي قول الكيدا إيو برنامج كيدو دن marka waxaan aad iyo aad u boorineynaa dadka muslimiinta ee muuqayna iyo maqalkeenaba oo gaari doono oo codkayaga maqli doona in barnaamijka laga qayb qaato
maamulaha madrasada salaam oo ka hadlay dhismaha madrasadan iyo duruusta ay bixiyaan ayaa waxa uu yiri madrasadaas waa madrasad u gaar ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa oo allah subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa lagu barto madrasadaas waxa dhigta dad yar iyo dad waaweynba way dhigtaan madrasadaas waxa la furaa 5 subaxnimo ilaa 8 habeenimo way furan tahay ilaahay kitaabkiisa si loogu baro lahaanba ay u furan tahay waxa ka dhiga macallimiin runtii aad iyo aad quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala khibrad ugu leh madrasadaas walaalayaal waxay ku jirtaa dhul aad iyo aad u ciriiriya oo waxa weeyaan 4 fasal oo qura arday ilaa 400 arday ku dhowna way dhigataa waqti maadaama waxa weeyaan fasalada ciriiri yihiin waqtiga dheer maan runtii aan ugu kala qaybinay 5 subaxnimo ilaa 8 habeenimo walaalaha muxsiniinta ah waxaanu markaa u soo bandhignay in waxa weeyaan madrasada loo helo goob kale oo loo dhiso si waxa weeyaan culayskan ciriiriga uu yaraado ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala meel loogu sii wado loo helo marka walaalayaal walaalo muxsiniin ah ayaa bixiyay waxa weeyaan dhulkii waxa weeyaan loo dhisi lahaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro ee walaalaha kale muslimiinta aan waxaan ka codsanaa meel kasta ay joogaanba inay dhismaha madrasada ay ka soo qayb qaataan madrasadaas runtii waxaa ka hadashay culimadu tiro badan culimaduna marag iyo markhaati ayay ka yihiin dhulkaas waxa weeyaan in loo dhiso ardaydaas waxa weeyaan loo dhiso madrasada loo dhiso si ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxa weeyaan kuruqaadkiisa inaga wada qayb qaadano walaalayaal madrasada dhulka loo dhisay waxa lagu qiimeeyay ilaa 75 kun oo dollar ayaa lagu qiimeeyay waa maxamed andar MMTV hargeysa